الرحم للكشف عن شوارد النحاس الموجودة في محلول كبريتات النحاس. نأخذ أنبوبي اختبار ونضع في كل واحد منهما قليل من محلول كبريتات النحاس. إذن نقوم بإضافة ماء مقطر إلى أحداهما، أحد الأنبوبين، حتى يصبح مخففا. ولاحظ نلاحظ الطلبة الآن، إذا هذا غير مخف، هذا الأنبوب الثاني هو كبريتات النحاس ولكنه مخفف. من أجل الكشف عن شوائد النحاس موجودة في محلول كبريتات النحاس نستعمل محلول هيدروكسيد الصوديوم. نأخذ كمية منه ونضيفها، نضعها في أنبوب اختبار، ثم نأتي بالأنبوب الذي وضعنا فيه محلول كبريتات النحاس ونضيف له قطرات من هيدروكسيد الصوديوم Na₂OH. لاحظوا كيف يتكون لدينا راسب أزرق. لو أخذت الأنبوب الثاني، لاحظوا اللون هنا شفاف، كذلك وأضيف له قطرات من هيدروكسيد الصوديوم ونشاهد. إذن لاحظ كذلك الآن الراسب الأزرق. الراسب الأزرق هذا أو هذا هو هيدروكسيد النحاس ثنائي. فإذا ما أضفنا إلى محلول ما قطرات من هيدروكسيد الصوديوم وأعطانا راسب أزرق، فهذا يدل على وجود شوائب النحاس الثنائي في ذلك المحلول. للكشف عن الكبريتات نستعمل كبريتات النحاس، نضيف لها ماء مقطرا لأجل التخفيف، ثم نضيف لها كاشف كلور الباريوم. لاحظوا الآن كيف تغير اللون إلى الأبيض، لون أبيض. لون أصبح أبيض. لدينا كبريتات الحديد الثلاثي، انظروا لونها برتقالي. نضع قليل منها في أنبوب اختبار الأول، ها هو، ثم في أنبوب اختبار ثاني قليل منها، نضيف إلى من أجل تخفيفها نضيف ماء مقطرا. لاحظوا الآن اللون أصبح لون شفاف، بينما هذا لون برتقالي. نأخذ كذلك نفس الشيء هيدروكسيد الصوديوم، يعني نفس الكاشف السابق، ونضيف إلى كلا الأنبوبين قطرات منه ونلاحظ معي. الآن لاحظوا راسب صدائي، راسب صدائي، وهنا كذلك. راسب الصدائي. أن لو تركنا العملية لمدة طويلة نلاحظ الشكل الآتي، ها هو الراسب الصدائي وهنا كذلك، ها راسب صدائي. هذا المركز نوعا ما وهذا المخفف. إذا كان لدينا محلول وأضفنا له هيدروكسيد صوديوم وتحصلنا على محلول على راسب صدائي أحمر صدائي، فمعنى هذا أن المحلول يحتوي على شوائد الحديد الثلاثي كما تلاحظ. ها هي شوائد راسب وهيدروكسيد الحديد الثلاثي.
مثل السابق نقسم الأمور إلى مكلول المكلول إلى نصفين، نضيف إلى أحدهما ماذا نضيف؟ ماء مقطر. إذا لاحظوا هنا شفاف، نضيف إلى ماذا نضيف؟ كذلك الماء نفس الكاشف السابق. إذا نضيف إلى الأول قطرات هيدروكسيد الصوديوم، الآن ها هو الراسب ضيف قطرات أخرى ليس أحمر، هو لونه هذا الخليط المحلول الممدد بكلور الحديد ثنائي، نضيف له قطرتين من أو قطرات لاحظوا الراسب الأخضر هنا، لاحظوا جيدا راسب أخضر هو هيدروكسيد الحديد الثنائي، هيدروكسيد الحديد الثنائي. إذن لدينا كلور الزنك، كلور الزنك نضيف له قطرات من هيدروكسيد الصوديوم، فما على ماذا نتحصل؟ راسب أبيض، راسب أبيض، لاحظوا الراسب الأبيض لهيدروكسيد الزنك، راسب أبيض لهيدروكسيد الزنك، راسب اكتشف الكلور، نستعمل محلول NaCl ونضيف له قطرات من نترات الفضة إذن لاحظوا أصبح أبيض. هذا الأنبوب سنتركه للضوء، الأنبوب أضعه في الشمس، أعرضه للشمس ونرى كيف يتغير اللون إلى الأسود. نشاهدوا كيف أصبح أسود اللون، فيصبح أسمر اللون مثل ها هو الأنبوب الذي أضفناه نترات الفضة لكشف عن شعر الكلور كيف أصبح بعد تعرضه إلى ضوء الشمس أصبح أسمر.